مشاهدي أيزان تي في، مرحبا بكم. اليوم كنتواجدوا بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، والحدث هو دخول ربابنة الخطوط الملكية المغربية لاغام في إضراب مفتوح ابتداء من اليوم الأربعاء. الإضراب ساهم في اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة الجوية والرحلات، خصوصا في موسم الذروة اللي كيعرف عودة المغاربة المقيمين بالخارج وعطلات الصيف. ربابنة كيطالبوا بزيادة في الأجور قيمتها 3 مليون سنتيم شهريا، علما أن متوسط الأجور ديالو ما بين 12 و 18 مليون سنتيم شهريا. فأجوا معايا نكتشفوا رأي المسافرين في هذا الإضراب. المطالب خصها تدرس، ماشي تدرس وتقارن بالأجور العالمية ويكون التوافق. ما فراسيش دونتو اللي خصهم يقولوها، وحنا منين قطعنا في لاجونس خص لاجونس كان عليها تعلمنا، ما قالولناش وحنا جايين. المشكلة هي ما نلقاوش فين نمشيو. أنا بالنسبة ليا ما يسالوش الزيادة، أنا هما تيربحوا بون سالير فهمتيني، وخصهم يقنعوا. واش هما عندهم 18 مليون؟ راه كاين اللي مسكينين ما لقى حتى 2000 درهم. إلا كانت لارام ما عندهاش المقومات باش تزيد هذا السيد هذا، ما كنظن انها ما تزيدوش، او انهم يشوفوا هذاك لاسوم اللي طالبين هما مثلا قلتي ديال 30 الف درهم زياده، يشوفوها ويسويوها بيناتهم. اذا كانوا الربابين في العالم تيتخلصوا بهذا القدر هذا، خص نمشي معاهم او نقربوا منهم. من حقهم يطالبوا، ولكن 3 مليون جاتني شويه بزاف، وخصوصا في هذا الشهر هذا اللي الناس كتسافر، فيه المواطن هو اللي غادي يعاني. من الاحسن انه يسمعوا لبعضياتهم ويجلسوا طاوله واحده، يسمعوا المطالب الاخرين، يلقاو نقطه ديال نقطه وسط بيناتهم، باش ما يكونش المتضرر هو المواطن المغربي ولا اللي كيسافروا اون جينيرال. لي بيلوت هما اصلا السالير ديالهم طالع، عاد غادي يزيدوا يطلعوه، يطلعوا السالير للناس اللي ما عندهمش، اللي خاصهم السالير، اما هما راه كلشي كاع لي موان عندهم مستافدين بشحال من حاجه. لا بصح انا بعدا ما ماشي مع الفكره، الفكره ديال انه مثلا في دقه واحده اي تزاد له مثلا 30 الف درهم بزاف. كان صالير اكزاجيري عاوتاني بزاف كوميم، كاينين جو بونس الفلوس باش يمشيو في شي حوايج مثلا دي صالير لي ماشي كاين غير لي بيلوت، كاين بزاف المناصب اللي كيشدوا دي صالير لي فوق القياس ديالهم. دوك الفلوس مشاو دي انفستيسمون، كنت في كازا شوف كي ولات جو بونس مشاو دي انفستيسمون اللي غادي ينفعوا البلاد ينفعوا المواطن. هذاك راه ستان بيلوت، على مالو هذاك خدام اي حاجه، راه بيلوت يزيدوه اللي بغى. ما خصهمش يزيدوهم نهائيا، انا بعدا من هذوك الناس تنقول ما خصهمش يزيدوهم 18 مليون، خصهم ينقصوا ليهم.